عندي سلطه الحمص هيضحك علينا والحلقه هتطير من غير ما نعمل حاجه. الحمص المسلوق ادي ده ليمون مبشور، كمون مهم جدا. بعد كده عندي فلفل مشوي اهو، فلفل مشوي كده. كده بعد كده ادي شوية فلفل. يا مي انا اسف شربيني. السلام عليكم يا مي. الحمد لله. وعليكم السلام. اموري. وعليكم السلام. اموري يا مي. انا اختي اللي كلمت حضرتك وقالت لحضرتك. وقالت لي ايه؟ ان هو الرز بلبن اهو قدامك اهو. هي موجودة؟ اه. طب خليها تبص بقى وتشوف عملناه ازاي. اهو قدامك اهو. ماشي؟ مش عايز ثم تشوف؟ اهو يا باشا اوريه لك على عيني. طيب. اللهم صل على النبي. والله بدل ما ارميه بيجيبه من مزرعه، واحد مش هيحط لي مزرعه جنب مننا كده. واحد عنده مزرعه عنده الحاجات دي مش هيحطها لي. كده انا متبل الكاليماري بالليمون والكمون والملح والفلفل والثوم والزعتر. اهو يلا لسه عندي الدريسنج بتاعه. كلمه دريسنج زي ما احنا عارفين حضراتكم وانتوا سيدي العارفين اللي هو عباره عن دريسنج. انت بتضحك؟ ماشي كده. ادي شوية نعناع، شوية ثوم، ليمون، زيت زيتون، وملح وفلفل وكمون. ادي الكمون خدناه اهو كده اهو كده اهو. يبقى ده الدريسنج بتاعي كده. اشيل بقى كل حاجه من هنا عشان الرؤيه بانت ورمضان بكره. نطلع ده بالمره عشان نخلص منه. ست ليلى سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ليلى؟ الحمد لله. عمري يا ليلى. كنت عايز اعرف طريقه الكب كيك. الكب كيك على عيني يا فندم، اشكرك على اتصالك. كده
حبيب يا سيدنا محمد. خدت كل شويه بقدونس. حاضر. على عين على عين. ولا تزعلي نفسك، قاعده بتقريني من فوق. يا عم كريم حاول تكلمها تاني. يا عم كريم. يا عم سيد. الو. السلام عليكم يا عم سيد. عامل ايه يا شيف شربيني؟ في نعمه يا عم سيد. وحشنا والله. الله يخليك يا ابني. ما تشوفش وحش يا رب. ايه الاخبار؟ في نعمه يا ابني. عايزين بس اشوف نعرف حضرتك درست ايه عشان نجوز لحضرتك. نعم؟ عايز تعرف ايه يا حبيبي؟ نعرف حضرتك درست ايه عشان ندرس زي حضرتك. مش وانا بقى على بابا الله يا ابني. انا غلبان على بابا الله. بابا فك الخط بالعافيه. يعني مش لازم تكون دارس. يعني مش لازم تكون دارس، بس المهم حضرتك تكون هاوي او حابب. اي حد يا جماعه بيحب المهنه اللي بيحب اللي بيشتغل فيها، مش لازم يكون طباخ، سواق، ميكانيكي، ستورجي، حلاق، اي مهنه واحد بحبها بيبقى بارع فيها. مش لازم تكون دارس. يعني في ناس مهنيين كتير مش دارسين. يعني الميكانيكي مش دارس، الحلاق ملوش دراسه، السباك، يعني في حرف كتيره بس ناجحه يعني كويسه. بس فمش لازم ان انا اكون دارس عشان يعني ابقى كده.